هذه الصور هي ملحمة بطولية يسجلها التاريخ. يجب أن يتم تدمير القوة العسكرية للحوثيين حتى آخر بندقية. الأمور تتجه نحو مسار واحد، مسار الحسم لصالح الشرعية. عندما توقفت المساندة الإيرانية بدأت هذه الانهيار في أيضا تأثير. قريبا سنعود إلى عدن وصنعاء، نعيد البسمة والأمل لأهلنا. يلملمون أشلاء المدينة التي أدمتها المعارك. هذا ما تركه الحوثيون للعدنيين بعد أكثر من 4 أشهر من إقامتهم بالقوة. دمار شبه تام. كاد البعض يفقد الأمل في تحرير عدن بعد التقدم السريع للحوثيين ومن حالفهم، زحفهم من صعدة إلى صنعاء ثم عدن مروراً بعدة محافظات أظهرهم كقوة لا ترد. لكن قراءة الأداء العسكري للحوثيين اختلفت بعد انطلاق عملية السهم الذهبي، عملية غيرت المعادلتين العسكرية والسياسية. السهم الذهبي هي امتداد لعاصفة الحزم مروراً بإعادة الأمل، تتويج لكل الجهود الجبارة التي بدأها فخامة الرئيس عبد الرؤوف منصور هادي، ثم توالت بقرار الملك سلمان وفي مليك جهود كل المخلصين. أعتقد أنها ستشكل نموذجاً في كيفية معالجة كثير من المشاكل والأزمات التي نتعرض لها. في أول أيام عيد الفطر أعلن رئيس الحكومة اليمني تحرير عاصمة الجنوب وعاصمة الشرعية المؤقتة. أول مهمة على أجندة حكومة بحاح كانت إعادة البناء وربط المدينة الجنوبية بمحيطها لاستقبال المساعدات الإنسانية. كيف لا؟ والأمم المتحدة دقت مرات عدة ناقوس الخطر في اليمن وفي عدن بشكل خاص، ووصفت الوضع الإنساني بالكارثة. لم يكن انعدام الأمن هو السبب الوحيد الذي دفع بمئات الآلاف من اليمنيين إلى عبور حدود عدن، بل أيضاً انعدام الماء والغذاء. بعد طرد الحوثيين من عدن وتأمين محيطها، كان من الضروري عودة من اضطروا إلى مغادرتها، وأولهم الحكومة. بعد أقل من شهر على تحريرها، عادت مؤسسات عدن تدريجياً إلى العمل، أهمها الميناء والمطار. تنفس عدن الوحيد في ظل استمرار المعارك في المحافظات المحيطة بها. تدفقت المساعدات الإنسانية لإغاثة العدنيين، وتدفق معها كل ما يلزم لإعادة إعمار المحافظة. وبدأ وزراء حكومة بحاح بالتوافد على المدينة للإشراف على إعادة البناء. كانت دفعة معنوية للجنوب ورسالة قوية للشمال. أما عودة نائب الرئيس ورئيس الحكومة ولو ليوم واحد، فكانت المسمار الأخير في نعش كل من يشكك بسيادة الشرعية. ورغم أن بحاح جدد التأكيد على أهمية عودة الشرعية، فإنه كان واضحاً ودقيقاً في وصف آلية العودة، إذ رد على من تساءلوا عن سبب عدم عودة الوزراء كافة واستئناف عمل الحكومة بشكل كامل من عدن. لدينا عدد من الوزراء بشكل تدريجي كما ذكرنا لا توجد بنى تحتية متكاملة، المدينة سوف تكون عبء أن نأتي بالسلطة المركزية لها في فترة. نحن في إطار استراتيجيتنا نبدأ تدريجيا في عودة السلطة المحلية لمحافظة عدن. هكذا قسمت حكومة بحاح مهامها: يد تبني وتعيد الأمل لعدن وأهلها، واليد الأخرى تضرب من حديد خارج حدود المحافظة وتسلب الحوثيين أي أمل في استمرار سيطرتهم على اليمن. فما تم تحقيقه في عدن يشكل انتصاراً، لكنه لن يكتمل إلا بتحقيق نتائج مماثلة في باقي المحافظات. يا
فتح انتصار عدن شاهية المقاومة الشعبية والجيش اليمني وأعطاهم دفعة للزحف شمالاً محافظة تلو الأخرى. وفي كل مرة تحرر فيها منطقة تحرص المقاومة والجيش على الاحتفاظ بها، فالاحتفاظ بالانتصار في العقيدة العسكرية أهم من الانتصار بحد ذاته. المقاومة الجنوبية لن تحمل على عاتقها القتال على أرض الواقع فقط، بل حملت على عاتقها تأمين والتخفيف على المواطن الجنوبي في هذه المحافظات. الأهم من الانتصارات اليوم أمامنا كيف نحافظ على هذه الانتصارات وكيف نؤمن هذه الانتصارات. هناك آلية تستخدمها المقاومة الجنوبية بعد أن انتصرت في تأمين الحدود الدولية بين الشمال والجنوب العربي. كانت قاعدة العنادي الجوية في محافظة لحج نقطة التحول في المعركة، فهي أكبر قاعدة في البلاد وجسر متين ينقل المقاومة والجيش إلى باقي المحافظات. استغرب كثيرون تقدم الجيش والمقاومة مقابل التراجع المستمر للحوثيين وقوات صالح، خاصة وأنهم كانوا في الكثير من المعارك يرسلون الدعم من الشمال إلى الجنوب، لكن ذلك لم يحدث هذه المرة، ولم يفقدوا محافظة أو اثنتين فقط، بل محافظات الجنوب كلها. طريق الشرعية إلى الشمال لم يعد وعرا. لماذا تراجع الحوثيون بهذا الشكل؟ وكيف استطاعت المقاومة الشعبية والجيش اليمني تحقيق هذه النتائج بوقت قياسي؟ سؤالان لا يغيبان عن أذهان متابعي الأزمة في اليمن. البعض يفضل التركيز على النصف الممتلئ من الكأس. قوة على الأرض تدربت بشكل جيد وحصلت على ما تحتاج من السلاح والدعم الجوي اللازم لحسم أي معركة، والأهم أنها استفادت من أخطائها السابقة. بعد هذا السقوط المدوي والسقوط والهزائم المتلاحقة، ما كان لها أن تكون لولا الهزيمة النفسية التي مني بها الحوثيين قبل أن تكون هزيمة على الأرض، ما كان لها أن تكون لولا جهود التحالف العربي والطيران والدعم المسنود سواء من قبل القوات الموالية للرئيس هادي، القوات الشرعية، الجيش الوطني المتدرب النظامي، والمقاومة الشعبية الجنوبية التي أيضا كان لها أثر كبير جدا في مسألة الدفع بقوة على الأرض. أما البعض الآخر فيرجع أسباب التطورات الأخيرة إلى انقسام الصف الداخلي للحوثيين وصالح، الأمر الذي وصفه البعض بتحالف المرحلة أو المصلحة لم يكن ليدوم. الحوثيون اشتموا رائحة خيانة من حليفهم، فأعلنوا حالة الطوارئ في العاصمة بمحاولة لتطويق أي انقلاب لصالح أو ابنه قائد الحرس الجمهوري. هناك انشقاقات الآن، هناك اختلافات في صنعاء، ولذلك من أسباب إعلان حالة الطوارئ، وهو مؤشر على أن الحوثي والمخلوع انكسرت شوكتهم وأنه لم يصبح لديهم أي خيار على الإطلاق. أنا أتكلم لم يعد لديهم أي خيار عسكري على المسرح، ليس لديهم إلا الهزيمة أو الإذعان للقرار 22-16. أما علي عبد الله صالح فإنه يدرك تماماً أن اشتداد عود الحوثيين سينقلب عليه، خاصة وأنهم نخروا العصا التي كان صالح يتكئ عليها في إحدى أخطر المحافظات في الشمال، ذمار. لذلك بادر بالتراجع وبدأ يبحث عن مخرج سياسي له كما كان يفعل مراراً. أعتقد لما حدث في اليمن خلال العشر الأيام الماضية يؤكد ذلك بتلك الانهزامات والانكسارات المتتالية لجماعة الحوثي في الجنوب وفي تعز وفي محافظة إب وفي مأرب وفي غيرها من جبهة القتال. يعني بدأ صالح في التخلي التدريجي، لأن صالح رجل سياسي ولديه قادة عسكريين يفهمون في الشأن العسكري، وهو رجل سياسي يفهم في الشأن السياسي، وقد أدرك أن مسرحيته في طريقتها إلى في طريقها إلى الزوال، وأن الأمور تتجه نحو مسار واحد، يعني مسار الحسم لصالح الشرعية، وبالتالي هو يحاول الخروج بأي مكسب أو بما يضمن أي مشاركة سياسية في المستقبل السياسي في الداخل. تراجع الدعم الإيراني كان واضحاً منذ البداية، فإيران وبعد أن ربحت معركة النووي مع كبرى القوى العالمية كما تزعم لا تريد حرق أوراقها في معركة مماثلة، هذا إن لم يكن تراجعها عن دعم الحوثيين جزءاً من ثمن الاتفاق.
الدعم الإيراني كان دعما صوتيا في الغالب، كان يدعمونهم من خلال التصريحات الغير حقيقية ومن خلال إبداء بعض المواقف المتشددة، بدلا من أن ينصحوهم حتى يكونوا طرفا إيجابيا، وخاصة عندما جاءت قرارات الأمم المتحدة 2216 ومؤتمر جنيف وإلى آخره، لم تكن النصائح الإيرانية نصائح حقيقية. ولذلك عندما توقفت هذه الآن المساندة الإيرانية بدأت هذه الانهيارات أيضا تأثير. وبغض النظر عن سبب انقلاب المعادلة العسكرية لصالح الشرعية في اليمن، فإن الحكومة احتفظت دائما بمساحة للحل السياسي. وقبل أن تطل المقاومة الشعبية برأسها على صنعاء، لا يزال كثيرون يتساءلون إن كان تحريرها سيتم عسكريا على الأرض أو في أروقة المفاوضات. بما يخص تحرير صنعاء، هناك لأكون واضحا مشاورات تجري حتى يومنا هذا بين الرئيس ومستشاريه للتحضير لهذه المعركة بالتوازي مع المسار السياسي الذي تحاول أن تخطه الأمم المتحدة لتنفيذ القرار الأممي والخروج بصيغة سياسية تستطيع تجنيب المزيد من الدماء. لكن الاتفاق السياسي قد لا يعني شيئا بالنسبة للحوثيين، خاصة بعد انكسار شوكتهم. الطرف الأضعف عسكريا يكون دائما الخاسر في أي اتفاق سياسي، وسيكون من الصعب على الحوثيين تقبل ذلك. مشكلة جماعة الحوثي بأنها تتعاطى مع الاتفاقات السياسية كاستراتيجية يعني تكتيك عسكري، وليس كإيمان حقيقي بأي اتفاقات. لذلك كل وجهات النظر للعسكريين على الأرض وللسلطة الشرعية ترى بأنه يجب أن يتم تدمير القوة العسكرية للحوثيين حتى آخر بندقية. من الواضح أن التحضير لمعركة صنعاء مختلف عن معارك الجنوب، ناهيك عن التضاريس الجبلية التي قد تصعب المهمة، كما أن الحوثيين قد يستغلون الطابع القبلي للمناطق الشمالية ويلعبون دور المقاومة. أنا أحذر المقاومة أن تنتبه إلى نقطة مهمة، وهي أن يتحول الحوثي والمتحوث في الأيام المقبلة إلى مقاومة، ولذلك هذه مسؤولية الشعب اليمني في التأكد من هم من المقاومة من هم من المتحوثين. ولذلك هذه نقطة مهمة لكي لا تغتال التحالف ويغتال المقاومة ويطعنون في الظهر. بلغة واثقة يجزم كثيرون بأن الطريق السياسي لم يعد خيارا متاحا، ولم يكن كافيا لضمان عدم انقضاض الحوثيين على الشرعية في المستقبل. قائد لواء الحزم العميد فضل حسن واحد منهم، فصنعاء بالنسبة له لم تعد ذلك التحدي الذي وضعته المقاومة والجيش نصب عينيها بالأمس. يعني بالنسبة لصنعاء ما في إشكالية، الإشكالية الوكر هو في صعدة، أما هم سيسقطون في صنعاء وسيسقطون في المحافظات الشمالية بدون أي، أعتقد أنهم الآن سيعودون إلى صعدة، ومن هناك سيتم تصفية يعني الصعدة أو الوكر حقهم بدون تطهير صعدة، كأنه يعني ما عملنا شيء. فهذه نبتة خبيثة لابد من تصفيتها وتطهيرها، لأنه بكرة بعد بكرة بكان إحنا بنعود نكرر من جديد. نتائج الخيار العسكري ستكون أفضل حسب كثيرين، خاصة إن كان هذا الخيار سيعيد الحوثيين إلى من حيث أتوا، جبال صعدة. يطوى بذلك ملف الحوثيين بوصول قطار المعركة إلى محطتها الأخيرة في الشمال، لكن البوصلة السياسية قد تعود وتؤشر للجنوب، فيفتح ملف الحراك والقضية الجنوبية من جديد، وهذه قصة أخرى وحكاية لا تنتهي. ينضم إليها من الرياض المنسق الإعلامي لوزارة الدفاع ورئاسة الأركان اليمنية علي البكالي. أستاذ علي، مرحبا بك معنا. إذن الطريق إلى صنعاء لم يعد بعيدا كما كان عليه قبل أسابيع قليلة فقط، في انتظار ساعة الصفر، ما هي الإمكانات والتحضيرات المرصودة لمعركة من نوع خاص؟ أهلا وسهلا بكم. بالنسبة للطريق إلى صنعاء هو ليس قريبا وليس بعيدا أيضا، يعني كلتا الحالتين متوقعتان، ليست الطريق إلى صنعاء ممهدة
كما أنها ليست أيضا قريبة. يعني ثمة مشكلات لا تزال تعيق مسألة التقدم إلى صنعاء، تقدم المقاومة إلى صنعاء. من إحدى هذه المشكلات هي تحول الانقلابيين إلى ثورة مضادة للانقلاب، أو تحول المقاومة إلى ما ضد المقاومة. أعتقد هذه مسألة ينبغي الإفصاح عنها بشكل واضح حتى تتنبه لها المقاومة وتنبه لها أيضا التحالف العربي. المخلوع صالح والحوثيون يحاولون أن يظهروا شيئا من الخلاف فيما بينهم، لأنهم في الحقيقة تحدثوا فيما سبق عن خيارات استراتيجية كانت وهمية وشكلية، وخياراتهم الاستراتيجية الآن هي تتمحور من وجهة نظرنا في أمرين اثنين. الأمر الأول الخيار السياسي، وهو ما يتحدث عنه المبعوث الأممي ولد الشيخ، أن الحوثيين باتوا يقرون بهزائمهم وأنهم يمكن أن يقبلوا بحل سياسي، وهذه إحدى الخيارات الاستراتيجية، أن يضغط المجتمع الدولي على دول التحالف والرئيس هادي والحكومة الشرعية بقبول الحل السياسي للإبقاء على جماعة الحوثيين وحلفائهم الانقلابيين صالح وأنصاره وجيشه قوة كبيرة لا يستهان بها، ويعد من خلالها تدوير الصراع داخل اليمن. أما الخيار الاستراتيجي الثاني الذي يمشون فيه هو إظهار نوعا من الخلاف الشكلي فيما بينهم، فيما بين المخلوع صالح وأنصاره والميليشيات الحوثية. يسمح لهم هذا الخلاف الشكلي بالسيطرة طيب على محافظات علي، يعني إذا ما تحدثنا كاملة ربما عن ترويج هذه الخلافات، وكذلك ما وصف بمسرحية تسليم المؤسسات الأمنية في صنعاء وما إلى ذلك، إذا كان وفق الخريطة والمعطيات العسكرية التي لا تعترف إلا بالوقائع، إذا كان هذا أمر متعارف عليه ومكشوف بالنسبة للمسؤولين العسكريين والسياسيين، إلى أي حد يشكل في النهاية خطر وتهديد؟ ويشكل خطرا من حيث تأثيره على دول التحالف العربي والمملكة العربية السعودية تحديدا. إذا ما استطاعوا أن يؤثروا بهذه الاستراتيجيات المتخفية على الدعم المقدم للحكومة الشرعية وللجيش الوطني الشرعي وللمقاومة الشعبية، وأصبح الدعم هذا أو تضاءل هذا الدعم وركن التحالف إلى مسألة الخديعة أن صنعاء وما حولها من المحافظات ذمار وإب وغيرها سقطت بفعل التسليم، بفعل تحول الحرس الجمهوري وما تبقى من القوات الخاصة إلى مقاومة ضد الإنقلابيين واستلامها للمؤسسات والمدن. إذا ما ركنا إلى هذا العمل فستبقى المشكلة قائمة وتمثل تحديا كبيرا. أقول ينبغي الاعتماد على الخيار الاستراتيجي الذي مشت فيه المقاومة الشعبية والجيش الوطني الشرعي، وهي خيار المقاومة والمواجهة حتى استعادة المدن اليمنية مدينة تلو مدينة حتى نصل إلى صعدة. أما خيارات التسليم والاستسلام نعم أستاذ علي، تمثل تحديا جديدا. يعني السهم الذهبي لا يزال مستمرا ومنطلقا. نتحدث ربما مفاتيح صنعاء من الجوف من ذمار خزان بشري كما يقال بالنسبة للمتمردين، نتحدث عن إب المقاومة تقول بأنها أوشكت على السيطرة عليها. ما هي المعارك المرتبطة التي تمهد هذا الطريق نحو صنعاء؟ صنعاء يمكن أن تسقط بسهولة إذا ما تحركت المقاومة من الشرق ومن الوسط ومن الغرب، أي بمعنى حينما تسقط تعز، وتعز هي نقطة الانطلاق بالنسبة للوسط، هي الخاصرة. إذا ما تحرر باب المندب والمخا ثم تعز وانطلقت بعد ذلك المقاومة لتحرير إب، أنا لا أعتقد الآن أن إب محررة كما يقال، إب مسلمة، يعني ثمت فبركة في الموضوع. إذا ما سقطت إب ثم بعدها ذمار، هنا خنقت صنعاء وحوصرت. كذلك لابد من إسقاط الحديدة قبل إسقاط صنعاء حتى نقطع المدد على الجماعة الحوثية، المدد الخارجي أيضا. وحينما نحاصر صنعاء من الغرب بإسقاط الحديدة
ومن الوسط بإسقاط إب وتعز وذمار، ومن الشرق بإسقاط الجوف. هنا لا يجب أن ننسى الرمزية المحيطة بها، رمزية ودلالة صنعاء وموقعها الجيوستراتيجي باعتبارها كذلك منطقة جبلية، وبالتالي يسهل حصارها تمهيدا لأي معركة ما. هنا على الخيارات الاستراتيجية، لأن هناك من يرجح بأن الحوثيون قد يصعدون إلى معاقلهم باعتبار صنعاء أقل أهمية حينها عندما تصل الحصار إليهم والتضييق عليهم هناك. سيدتي، الحوثيون فرعا من فروع المخلوع صالح. الحوثيون ليسوا جماعة منفصلة عن صالح، والحديث عن الحوثيين كجماعة منفصلة عن صالح حديث لا قيمة له في البحث في ميدان البحث العلمي والعسكري. أنا كباحث أيضا أؤمن بهذا الكلام، أن الحوثيون فرعا من فروع صالح أنشأها لأن صالح كان يعتمد على المتناقضات، يدير اليمن بالمتناقضات. ومن ثم الحوثيون، القول بأن الحوثيين سيعودون إلى أدراجهم إلى مران أو إلى صعدة كلام غير صحيح. الحوثيون موجودون في صنعاء وموجودون في كل المناطق التي يتواجد فيها صالح وأنصار. طيب باختصار أستاذ علي، لأن الوقت يدركني، الكلمة الفصل في الحرب في ستكون من صنعاء أم في صعدة وعمران ومعقل الحوثيين؟ لا، صنعاء هي الأهم. إذا ما سقطت صنعاء ستسقط صعدة، وصنعاء دائما تسقط بما حولها من القبائل. هذه القبائل تؤمن بالقوة. حينما تدرك هذه القبائل المحيطة بصنعاء أن الدولة الشرعية، السلطة الشرعية استعادت كل اليمن، وسط اليمن وجنوبه وشرقه، ستنضم هذه القبائل مباشرة إلى صف الشرعية، وستطوق صنعاء وتحاصرها من كل الاتجاهات، ومن ثم تسقط صنعاء. شكرا جزيلا لك المنسق الإعلامي لوزارة الدفاع ورئاسة الأركان اليمنية علي بكالي، كان معنا من الرياض. إذا إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من عن قرب، شكرا على المتابعة.